اللي هو قضية قول من قال إن الصغائر موجودة لكن أنكر تعيينها، يعني إنكار تعيينها معناه أنه لا يستطيع أن يميزها وأن يحد حدا إن هذا صغير وذا صغير وذا صغير، فهمتي؟ فهذا معنى إنه موجودة لكنها غير معينة، يعني هي موجودة ولكنها غير معينة، هذا أنكر تعيينها في الخارج. لكن يعني هذا كمل، وذهب جمهور أصحابنا، وذهب جمهور أصحابنا من أهل المشرق إلى أنها موجودة في الخارج معلومة للبشر، ومثلوا لها بالكذب الخفيف وبالرقص وباللعب الغير مباح، وهذا معنى قول الناظم مثل الكذب إن خف إلى آخره. والمراد بالكذب الخفيف هو الذي لم يبطل به حق ولم يعطل به حكم، فإن ترتب عليه أحد هذين المذكورين فليس بالخفيف، ويكون يعني حينئذ معناه انه يقول لك الان يريد ان يمثل بالذنب الصغير، يريد ان يمثل بالذنب الصغير، فمثل لك بالكذب الخفيف، يعني كذبه عارضه، وهذه الكذبه لا يبطل بها حق ولا يعطل بها حكم، وفي نفس الوقت ايضا هي ليست، يعني أنقول أن هذا الكذب ليس سلوكا مستمرا، لأن في الحقيقة في الحديث يعني يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا ليس من النوع الذي يكون دائم التحري ومستمر في فعل أو في ماذا، في الوقوع في الكذب، حتى وإن لم يبطل به حق أو يعطل به حكم. فقيد أيضا إلى هذا، لأن الحديث يشيرنا إن الآن إحنا الكذب الخفيف هو يكون كذب ماذا؟ مثل الكذب العارض. أوه. ويحصل هذا في عالم ايش؟ الناس، نسأل الله العفو والعافية. لكن الحديث يرشدنا إلى تحري الصدق، وإلى تحري تجنب، يعني تحري فعل أو القيام بالصدق، وإلى تحري تجنب الكذب، وفشتان ما بين المسلكين، مسلك الفجور ومسلك البر. ما كذاك؟ البر اسم جامع، البر اسم جامع لكل خير، فإذا الواحد منا تحرى الصدق وفق أن يكون من أهل البر، وفق ماذا؟ أن يكون من أهل البر. انظروا إن القرآن يمدح أهل البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ها، وبخلاف ما هذا الفجور. فإذا الوقوع في الكذب نفسه والاستمرار فيه واستمرائه يفضي إلى الفجور والعياذ بالله. فهذا معنى تنبيهه، عن يظن واحد يقول كذبة خفيفة معنى لا بأس بها كذاك، يعني معنى الكذب وما في لا في بأس، لا، محدود ومضبوط بضابط، لا، محدود ومضبوط بضابط. سير. ويكون حينئذ من كبائر الذنوب، والمراد باللعب غير المباح هو اللعب الذي لم ترد من الشارع إباحته، فإنما كان منه مباحا فليس بمعصية أصلا، وذلك مثل ملاعبة الرجل بفرسه وقوسه وعرسه وولده الصغير وما أشبه ذلك. لأن هذه وردت فيها نصوص، زين، فهذه إباحتها
بل هي ممكن أن تكون مندوبة، تنتقل إذا نوى العبد يعني تقربا لله عز وجل بها، وفي نفس الوقت يعني لكونها وردت بنصوص من السنة فبنية أيضا الاقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي هذا فقد وردت النصوص، نصوص الأحاديث في إباحة هذا، ملاعبة الرجل لفرسه وقوسه يعني سلاحه وعرسه زوجه وولده الصغير وما أشبه ذلك. هذا ماذا يعني مما هو دلت عليه النصوص، فهذا خارج عن هذا. أما يكون لعب غير مباح أو لم يرد فيه، يعني هنا لم يرد فيه نص بإباحته، لكنه لم يرد فيه نص بالتحريم، لأنه لو ورد نص بالتحريم هذا صار محرما، فهو لا هو مما هو وردت النصوص بإباحته ولا هو من النصوص التي وردت بتحريمه، فصار هذا إلا أن يخالطه شيء ما يفضي به إلى التحريم، كأن يكون اللعب في أصله غير وارد فيه ما ينص على إباحته أو تحريمه، ولكنه يقترن بتضييع الواجبات الشرعية أو الفرائض أو غير ذلك، فعال عندئذ ماذا سيفضي؟ هذه الملابسة والمخالطة تفضي به إلى التحريم. واضح الكلام؟ واضح. تفضل واصل. ولربما خرجت هذه الأشياء وما أشبهها من حد الإباحة إلى حد الندبية، وربما خرجت عن الإباحة إلى حكم التحريم بحسب النية، والله يعني إذا أعلم. كان يعني إذا لعب لعبا في الأصل نقول إحنا مباح كما يقول الشيخ رحمه الله هنا، أو إنه قد ينتقل يعني طبعا بنية التعبد والتقرب لله، لكن مثلا قد ينتقل إلى حكم التحريم. كيف يعني مثلا ينتقل إلى التحريم؟ يكون هذه الملاعبة لا حساب الواجبات الشرعية الأوجب منها، هو مثلا مشتغل بملاعبة الفرس والقوس ويضيع ويحضر الواجب فيضيعه، فيصبح عندئذ ماذا؟ ينتقل إلى التحريم، لأن هناك ما يعرف يعني بترتيب الواجبات، فهناك ما هو أوجب، هناك ما هو واجب، وهناك ما هو مندوب، فلا يمكن أو مباح، فلا يمكن أن يرفع المباح أو المندوبة لكي يكون إيش على حساب الواجب أو الأوجب. وضحت الفكرة؟ مثلا يعني مثلا يكون مدعاه هذا أن يؤدي إلى تضييع واجب شرعي أوجب، هو أصلا مباح، هو في الأصل مباح، أو أقصى يرتقي إلى المندوب، فهذا إذن بتسببه لتضييع واجب هذا معناه يؤدي به إلى الحرمة. وضحت الفكرة؟ ولو لم ينوي ذلك، يعني قام باللعب وكان ما ناوي انه يضيع، لكن ضيع. إذا كان على سبب الغفلة أو على سبب عدم الانتباه ما في بأس بعده. والنية يريد بها الشيخ أيضا أن ينوي المرء من خلال هذا ما بنية العبادة والتقرب لله، من بنية ماذا؟ أن يقال شوف هذا كيف يعني قدرته في الحرب وملاعبة الفرس والقوس أو لا سمح الله مثلا يكون أي نية أخرى يريد بها، وراد بمطلق عادة إن بعض المباحات هذه ممكن أن ترتفع إلى حكم التحريم إذا خالطتها النية الفاسدة أو النية غير الصالحة، فيكون الواحد مثلا قد يكون يريد أن يستقبل يعني مثلا
من يريد أن يكرمهم، وفي هذا مندوب، ما كذاك؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولكنه يقع في محرم، ها، في محرم بهذا الإكرام، بنية التباهي، بنية يكون ها هو يعني صينيته أكبر من صينية فلانيين، فاهمين؟ هذا من زمان، يعني قصة وقعت في نزوة، فكأنهم عند والي من الولاة في نزوة، هذا في أيام سيف بن حمد، هذا أبو سعيدي اللي كان والي على والي للسلطان فيصل، قبل أن يعني يبايع الإمام سهل بن راشد الخروصي، هذا واحد اسمه سيف بن حمد كان في نزوة، فكان واحد يقول له، قال صينيتها، قال الصينية أبو عنده يقول أكبر، يقول صينيتي أنا أكبر، قال الثاني يقول لا صينيتي أكبر. هذاك صار وقاب صينيته، لكن قاب هكذاك يعني واحد من ناك، من دون ما نسمي، ما نحب نسمي، فإذا بي الصينية كبيرة صح، لكن هذاك قالوا الثاني أنت ما جبت، ما رويتنا الصينية أبو عندك، قال له الصينيتي أنا ما أدخل، يقول له من هذا، من يسمى من باب العقر، هذا لازم تبيعوها انتم هناك، صار معه، وعاد هو صينيته يعني المائدة ابو يمدها، فإذا بها مائدة عظيمة، قال عرفناها صينية هذا، وعرفناها صينية هذا. المهم، المقصود من هذا ان من الممكن يكون هذا يدخل في التفاخر والتباهي، وليس على سبيل إكرام الناس، يكون هو في فضل وفي خير وفي أجر، فهذا معنى النية، إن قد تنقل أعمالا معينة من كونها مباحة أو مندوبة إلى محرمة، والنية قد تفسد أعمالا واجبة، فتتحول ماذا؟ هذه الأعمال الواجبة فاسدة بفساد النية، يعني إنسان مثلا يريد أن مثلا يصلي ولا يصلي تقربا لله، وإنما كان عند قوم ويريد عسى أن يكون يروه أنه يصلي ويحسن الصلاة، وهكذا، لأن النية هي ضابط أصل في تحرير الأعمال وتقويمها. سير هذا من كاك، يقول القاعدة الفقهية المستنبطة من حديث الأعمال بالنيات: الأمور بمقاصدها.